بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هواري الحمراوي، رئيس جماعة ولد حسين، جماعة قروية كتبعد على مدينة الجديدة بعشرين كيلومتر تقريبا، وكتب 13 كيلومتر على الجرف الأصفر، ذات موقع استراتيجي هام. نتمنى من الله سبحانه وتعالى باش نتوفقوا من أجل تنمية هذه المنطقة واستغلال الموقع الاستراتيجي الهام من أجل الساكنة والمواطنين. فكنشكركم على المبادرة اللي خديتو، ونستغل هذا التواجد ديالكم باش نردوا على بعض التساؤلات اللي كانت تبتت في المواقع على أساس طريق ولاد إسماعيل. هذا الطريق ولاد إسماعيل فهي طريق جماعية على طول 5.4 كيلومتر، ذات موقع مهم، أهم الروافد ديال السوق الأسبوعي، بالإضافة إلى أنها تربط الجماعة طريق 316 الجهوية اللي هي مدخل الرئيسي للجرف الأصفر. فهاد الطريق كانت تصلحات في 2010 في إطار المبادرة بشاركة مع الجماعة والمبادرة المجمع الشريف الفوسفات، ولكن من بعد نظرا للأشغال اللي كانت ديال طريق السيار وكذلك بعد كبالنسبة لبعض الشركات اللي كانت كتستغل مقالع بولاد بوراس، فرجعت في وضعية كارثية، بالإضافة إلى أنها ممر رئيسي ديال النقل المدرسي للمشيخة ككل، مشيخة ولاد إسماعيل والجزء من مشيخة سراغنة. فالساكنة من حقهم أنهم يتساءلوا باش يعرفوا أش واقع في الجامعة ديالهم، ومن حقهم حتى ذاك الآمال أو أنه يكون عندهم واحد اليأس بأنه وراه طال انتظار ديال الإصلاح ديالها تقريبا هذه المدة ديال 10 سنوات. فبالنسبة لهذا المشروع هذا كان سبق وتبرمج في إطار محاربة الفوارق الاجتماعية في سنة 2020 بالضبط، ولكن أرجع تلغى نظرا للوضعية الوبائية اللي كانت صابت المغرب وصابت العالم كامل لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتتمة هذا المشروع. وكان كل جامعة كانت برمجات ليه واحد المبلغ مالي زاهد 16 مليون ديال السنتيم من أجل بعض الإصلاحات، لكن ملي جا كوفيد فتم الإلغاء. فالبرنا داخلة هذا المشروع هذا مدخلة في إطار البرنامج ديالها، لأنه كما قلنا نظر الموقع الاستراتيجي ديالو الهام. فاحنا خدينا الدراسات، أن الدراسات توجهنا بها ديال هذا المسلك هذا وديال هذا الطريق هذا إلى الجهة، جهة الدار البيضاء سطات، وكذلك إلى مديرية الفلاحة يعني وزارة الفلاحة، وكذلك إلى المجمع الشريف للفوسفات ووزارة الداخلية مديرية الجماعات المحلية كذلك، من أجل إنجاز هذا الطريق وإنجاز عدة مقاطع طرقية أخرى نعتبرها ذات أولوية كبيرة، كطريق براك تحسينة دوار شلوحة على طول 10.5 كيلومتر، وكذلك مركزية ولاد حسين والطريق الإقليمي 34-29 على طول 10.5 كيلومتر، وكذلك طريق إعدادية بنوباجة دار بالقندولية على طول 10.5 كيلومتر. إذن فهذا كيدخل في المشاريع اللي كتطمح الجماعة على تحقيق ديالها، لأنهم تنشوفوا بأنهم هادو لي محاور كبرى غتفك العزلة على المركز.
بالإضافة إلى 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 إجابة على التساؤل ديالكم فيما يخص هاد تعبيد هاد الطريق، فخدينا الملف من وضعناه في الجهة، فخدينا وعود على أساس أن عندهم واحد برنامج ديال المسالك. هاد البرنامج ديال المسالك ما نجحش لأن الطريقة باش تخدموا به هاد المسالك هادو كانت تخدموا بواحد نوع من اللصاق، وهذاك اللصاق يعني ما رغم أنه كلف مبالغ مالية كبيرة تقريبا 35 مليون بالكيلومتر الواحد، فهم غيوقفوا هذا البرنامج من بعد منا غادي ياخذوا بعين الاعتبار طلبات ديالنا، وغتكون من ضمن الأولويات هاد الطريق هاد المحور له. ولكم جزيل الشكر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.